احمد شراحيلي، عبد العزيز الشريد، حسين القحطاني، محمد الشريمي، ريان القرني، فهد غازي، خالد القطام، عبد الله العمار. هذه تشكيلة الفريق الهلالي، بينما الفريق الريداوي يدخل بتشكيلة من طبعا هنا الكرة أين فقط، هنا المحاولة والركلة الركنية والعرضية تتخلص، ومحاولة لصالح الفريق الهلالي مرة أخرى تعود إلى العمار. هل نشاهد العرضية المناسبة والممتازة؟ هنا الرأسية والتحضير في الطرف اليمين والتسديدة، وجواد النخلي يتواجد في المكان المناسب، حارس الفريق الريداوي. إدارة النادي الروماني بعد ذلك وثقت في إمكانيات سيبيريا ومن ثم أعطته الفرصة للتدريب الفريق الأول. هنا المحاولة والكرة المنقولة مرة أخرى لصالح الفريق الهلالي في الطرف اليمين، كرة ممتازة منقولة. هل نشاهد العرضية والتسديدة؟ للهلال، والتسديدة اليسارية الرائعة جدا، شاهدنا التسديدة الممتازة والهدف الأول. إذن الزعيم في معقل الزعيم، هنا الهدف الأول في المرمى الريداوي. هل التسديدة اليسارية الممتازة لصالح الفريق الهلالي وافتتاحية التسجيل؟ نعم، صاحب الرقم 34 نشاهد اللاعب مجاهد المنيع والذي سجل الهدف الرائع لصالح الفريق الهلالي. إذن واحد إلى شيء في الدقائق الماضية، شاهدنا يعني أتحدث عن امتلاك الكرة. غلط في اللقطة الماضية بالهدف الوحيد في هذا اللقاء لحد الآن، هدف الممتاز من مجاهد المنيع والتسديدة، لكن جواد النخلي يتواجد في تابع إبراهيم الشهوان، والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. كرة ممتازة من إبراهيم الشهوان، السيد الحكم الذي يحتسب الركلة الركنية الثانية تحديدا لفريق الرائد في هذا الشوط، بينما شاهدنا ثلاث ضربات ركنية لصالح الفريق الهلالي في الشوط الأول. هنا نشاهد جميع لاعبي فريق الهلال يتراجعون، إلا بالطبع لاعبا واحدا في خط البطولة. هذه البطولة بطولة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله. هنا المحاولة لتاسع مرة كأكثر فريق حقق هذه البطولة، وجواد النخلي يتواجد بشكل رائع، الحارس الرائع جدا، وخلص الكرة بكل روعة، بكل روعة وجمالية. مجاهد المنيع مرة أخرى صاحب الرقم 34، لكن تصدى جواد النخلي بشكل رائع وجميل لهذه الكرة التي كانت خطرة لصالح الفريق الهلالي. نوايا مكررة للفريق الهلالي لإسعاد الجماهير وإسعاد العشاق الذين يحضرون هذا اللقاء وأيضا لما وراء الشاشة. هنا المحاولة والركلة الركنية، المحاولة والخطأ لصالح الفريق الهلالي. هل نشاهد التنفيذ ولا التنفيذ المدروس؟ نعم، هنا المحاولة وجواد النخلي، وجواد النخلي هذه المرة، لكن بينما خسر 16 لقاء. هنا المحاولة والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، التنفيذ لم يكن جيدا من سلمان الجطيلي، اللاعب الذي شاهدناه في اللقاء الماضي كان في الطرف الأيسر في خط المقدمة تحديدا جناح أيسر، لكن نشاهده في هذا اللقاء، نشاهده في الظهير اليسار تحديدا، الظهير المتراجع سلمان الجطيلي. حسين بكل مهارة على دفعتين بكل روعة، امتصاص الكرة والكنترول الرائع. وإن كان الأسطورة العالمية زين الدين زيدان دائما يقول أن كرة القدم تساوي كنترول وركلة جزاء. نعم، ركلة جزاء لصالح الفريق الهلالي كما نشاهد ونتابع السيد الحكم الذي لم يتوالى في احتساب الركلة، ركلة الجزاء التي تبدو واضحة والدخول الواضح لصالح عبد العزيز الجمعان. يبدو فيما يبدو، أتحدث نعم عن ركلة الجزاء، نعم، عبد العزيز محيسن ابن الكوبرا الذي بالطبع تحصل على ركلة الجزاء. هنا نشاهد أيضا سعادة في المدرج لحل الفريق الهلالي، والتسديدة والهدف الثاني لصالح الفريق الهلالي. إذن هدف ثاني لصالح الفريق الهلالي، وفرحة كبرى
فرحة كبرى لهؤلاء الأبطال الذين حققوا بطولة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد. هنا العناق ما بين الأبطال، أبطال هذا الدوري، دوري كأس الأمير فيصل بن فهد. فرحة كبرى بالطبع. هل نشاهد اللاعب الذي سدد الهدف؟ أعتقد أن اللاعب محمد البقعاوي فيما يبدو، اللاعب رقم 38 هو من سجل الهدف. هنا التحية من محمد البقعاوي صاحب الهدف الثاني، الظهير الأيمن، والتحية بكل مهارة. تحدث عن جواد النخلي رغم يعني ولوج الهدفين لصالح الفريق الهلالي، لكن قدم مستوى يعتبر جيد. هنا بالطبع صافرة نهاية الشوط الأول الذي انتهى بصافرة عبد الله العويدان، بالطبع هدفين لصالح الفريق الهلالي واحتفالية جيدة لهذا الفريق. بالطبع لا تذهبوا بعيدا، نحن مع الزملاء الآن مع في أرضية الميدان. جددا أيها السادة المشاهدين والمتابعين، هنا المحاولة، تعود الكرة لصالح الفريق الهلالي. 41 محمد الشريبي، المشاهد العرضية والمتابعة والرأسية إلى خارج أرضية الملعب. إذن الهلال والنتائج التي بدأها الفريق الهلالي منذ الجولة الأولى عندما تعادل سلبيا في الجولة الأولى أمام الفريق. الكرة لم تخرج حتى الآن ولم تقف الكرة حتى يستبدل الحارس. يبدو أن الدقائق تعشق سلطان الشمري، لا تريد أن يسجل الدقائق الأكثر. رون العرضية وسلطان الشمري، نعم لمس الكرة قبل أن تخرج، نعم لمس الكرة، نعم. نشاهد صرخة هذا اللاعب يوسف الطيري الذي بالطبع يريد أن يسجل هدف في هذا الحارس سلطان الشمري يخرج الآن، لكن نشاهد ونتابع التسديدة، نشاهد مهارة الحارس، لمسة الأخيرة بأطراف الأصابع التي أخرج الكرة بشكل رائع. هنا مهارة يوسف المطيري والتوغل الرائع، لكن سلطان الشمري الذي مباراة الليلة أمام الفيصلي. هنا المحاولة والكرة تتخلص لصالح الفريق الهلالي، كانت خطيرة، والتسديدة مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. نعم بالطبع اللاعب أحمد شراحيلي هو الكابتن، كابتن فريق الهلال الأولمبي، يتواجد بالطبع لاستلام كأس البطولة. والحربان عندما أطلق على محيسن الجيعان، هنا المحاولة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. هنا الرأسية ممتازة أيضا إلى خارج أرضية الملعب، محاولة جيدة هلال في الوطن العربي الكبير. هنا المحاولة والدوران الجميل، الكرة المنقولة والتسديد إلى بالطبع جواد النخلي والطيران الرائع، عبد العزيز الجمال وابتسامة أيضا من مجاهد المنيع في اللقطة الماضية. اليسارية، استعمل اليسارية هذه المرة عبد العزيز محيسن وهو اللاعب الذي يلعب بالقدم اليمنى، لكن ربما استعار قدم والده هذه المرة كما نشاهد في اللقطة الماضية. القود أفضل فرق المسابقة، مسابقة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد. بالطبع لا أعلم عن سبب قلق المدرب سيبيريا، لكن ربما هذه شخصية المدرب، يريد بكل تأكيد القوة في حتى الدقيقة الأخيرة. المحاولة والكرة والهدف، نعم الهدف الثالث للفريق الهلالي والاحتفالية الخاصة للفريق الهلالي. نشاهد ونتابع الهدف الثالث للفريق الهلالي، ثلاثية رائعة في هذا المساء. إذن روعة من الفريق الهلالي، روعة وجمالية. هنا المتابعة 39 يسجل الهدف الرائع أحمد بن مسعود، نعم هو من يسجل الهدف، هو أشار بقميص أحد اللاعبين. لم أشاهد الرقم الذي أشار به أحمد بن مسعود، والتحية الخاصة ربما تكون لأحمد شراحيلي الكابتن الذي غاب عن هذا اللقاء، وربما يكون بالطبع أيا كان الاسم فإن الفرحة لأحمد بن مسعود الذي سجل الهدف الرائع.
كما تابعنا وشاهدنا في الدقائق الماضية، ولما زال للمجد بقية وما زال للهلال بقية. بالطبع الفرحة الكبرى كما شاهدنا حتى للمدرج في الهدف الثالث كما يقال. البدر يكمل في كل شهر مرة، وهلالنا في كل يوم كامل. قتل النفوس، وهنا الهدف الرابع، الهدف الرابع للفريق الهلالي. رباعية، رباعية لأجمل ليلة تجمعهم. أتحدث عن الفريق الهلالي، هنا الفرحة الكبرى والتحية أيضا لي كما أشاهد عبد الكريم القحطاري، وأشاهد أيضا فهد غازي، والأسماء الجميلة التي غابت عن هذا اللقاء لكنها كانت في مهمة في الفريق الأول. والواجب مع المدربة الإغريقي، أتحدث عن المدربة اليوناني دونيس. هنا المحاولة والتسديد تحسين القحطاري، لكن 34 تواجد مجاهد المنيع والهدف الثاني، وهب في المرمى كما نشاهد ونتابع الفرحة الرباعية. الفريق الأولمبي، ومن الأستاذ القدير تحدث عن سعد المنصور أبو نواف الذي قدم يعني جل جهده بكل تأكيد. اللقاء لا يحتمل أكثر من ذلك، لقاء يعتبر ختام موسم، ولقاء يعتبر لصالح الفريق الهلالي. وهنا صافرة النهاية لأروع بداية لصالح الفريق الهلالي ولهذا الفريق، الفريق الحلم، الفريق الهلالي، الفريق الذي لعب على